يوجد في نهاية الحلقة سؤال المسابقة الخاصة بالسادة المشاهدين في منازلهم بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير مع حلول شهر رمضان المبارك ووفقنا الله وإياكم جميعا للقيام بصيامه وقيامه جميل لقاؤكم وصحبتكم عبر هذا البرنامج، برنامج المسابقات المنوع حروف، الذي اعتادت القناه الاولى في تلفزيون المملكه العربيه السعوديه ان تقدمه في شهر رمضان المبارك من كل عام. كلمه بسيطه في مطلع هذا البرنامج، برامج المسابقات كلها تهدف الى شيء واحد وهو امداد الساده المشاهدين بأكبر كمية من المعلومات بالإضافة إلى المعلومات المتخصصة وفي الثقافة العامة. طبعا معنا كثير من الزملاء الذين سيتسابقون. أود أن أشرح طريقة البرنامج. المباراة فتتكون من سبع جولات. من يستطيع أن يفوز من الفريقين الذين معنا بأربع جولات من سبعة. يفوز بالمباراة وله الحق في أن يستمر معنا للمباريات التالية ودعوني الآن أعرفكم على الفريقين الفريق الأحمر والفريق الأخضر الفريق الأحمر عبد الرحمن الربيع فهد القويزاني حياكم الله <applause> الفريق الأخضر سعد السبيعي <applause> عبد الله حمد العبد الله يا هلا ومرحبا <applause> أنا متأكد من أنه عندكم فكرة إن شاء الله عن سير البرنامج من السنوات الماضية ومن الحلقات الماضية نبدأ الآن وننطلق في الجولة الأولى مع حرف الألف سأطرح الآن السؤال في حرف الألف ومن يستطيع الإجابة من الفريق الأحمر أو الأخضر يقرع الجرس ويكون له الحق في الإجابة الأولى ملاحظة بسيطة في البداية ستقبل الإجابة الأولى، يعني عندما يقول المتسابق الإجابة هي التي ستعتمد ولا يحق له أن يقول الإجابة مرة ثانية، والآن السؤال مطروح في البداية على الفريقين، وبعد ذلك هو الذي يستطيع أن يجيب سيستمر في هذا الموضوع. السؤال الألف في الشخصيات هو سابع من أسلم، كانت داره تسمى دار الإسلام، شهدت داره إسلام عمر بن الخطاب. ايوه يا عبد الله حمد الارقم ابن الارقم هو ارقم بن ابي الارقم واحسنت <applause> لك الان الفريق الاخضر أه اختيارك حرف التاء حرف التاء التاء حرف التاء والسؤال يقول وهو في مجال التاريخ شرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجره بالزياره لحظه ايوه تبوك ايوه احسنت ونستكمل المعلومه. شرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجره بالزياره ابان الغزوه التي عرفت باسم العسره وتنال درجه هذه المرحله والسؤال ايضا الاخضر واختياركم. حرف النون. حرف النون. حرف النون ويقول السؤال التالي وهو في مجال الدين. معركه تعتبر محطة هامة في تاريخ الجهاد الإسلامي أيوة نهاوند نهاوند وأحسنت <applause> الفريق الأخضر داخل بشكل جيد جدا واختياركم أيضا حرف الفاء حرف الفاء الفاء حرف <applause> الفاء في مجال الجغرافيا والسؤال يقول من أكبر جزر المملكة والبحر الأحمر أيوة يا فهد فرسان فرسان أحسنت و... استطاع الفريق الاحمر ان يدخل على الخط واختيار الفريق الاحمر حرف الحاء حرف الحاء حرف الحاء وهو آه في مجال الرياضيات السؤال يقول مقياس محتويات انتبه للسؤال مقياس مقياس محتويات الحيز ايوه حجم حجم احسنت <applause> السؤال يقول مقياس محتويات الحيز ووحداته اما مكعب الوحدات الطوليه كالبوصه او السنتيمتر المكعبه وكما قلت الحجم والسؤال الان للاحمر ايضا رقم خمسه رقم خمسه رقم خمسه وناتي الى السؤال التالي بالنسبه للارقام وهو هو في اللغه والادب والحرف والكاف انتبهوا للتعبير قالت العرب آخر الدواء ايوة فهد الكي آخر الدواء الكي وأحسن ايضا اختيار آه الاحمر حرف الشين حرف الشين حرف الشين في مجال الجغرافيا يقول السؤال قبيله في عسير بالمملكه العربيه السعوديه وهي من ايوه شهران شهران واحسنت يا سعد من الاخضر عادت الكرة الآن إلى ملعب الفريق الأخضر سعد السبيعي وعبد الله حمد واختياركم الدال حرف الدال حرف الدال في هذه الحلقة بالذات حرف الدال له ميزة معينة إذا أجبت على السؤال لك سبيكة ذهبية السؤال في حرف الدال يقول التالي وهو في مجال المعلومات العامة واحة وبلدة سعودية هامة جرى فيها التحكيم بعد معركة صفين بين أنصار أيوة دومة الجندل دومة الجندل وأحسن ولك سبيتك أنت يا فهد ولك السبيكة واختيارك الآن؟ حرف العين حرف العين وهو التالي هذا في المعلومات العامة ما أسألك عنها هي من مدن منطقة القصيم الجميلة وصفها المؤرخ الرحاني بباريس نجد عن... عنيزة عنيزة أحسنت وتأخذ علامتها <applause> اختيارك يا سعد ويا عبد الله السين حرف السين تكمل خطك وتفوز بالجولة حرف السين في مجال المعلومات العامة وسؤال يقول اسم يطلق على كليه فرنسيه لها شهره عالميه ايوه فهد السوربون السوربون احسنت وقطعت على الفريق الاخضر بهذا تكون قد قطعت على الفريق الاخضر وتبدا المنافسه من جديد واختيار في مجال المعلومات العامة احد فروع جائزه الملك فيصل العالميه ايوه سعد الخيريه لا اسم الفرع الأحمر الآن خدمة الإسلام خدمة الإسلام أحسنت لكن العلامة اختيار فهد وعبد الرحمن حرف القاف حرف القاف حرف القاف والسؤال في مجال اللغة والأدب في اللغة هو قعر البحر أو أيوه أيوة عبد الله قعر البحر لا الدور الآن للأحمر بعد أن يستوعب كافة السؤال في اللغة هو قعر البحر او ابعد نقطة غورا فيه. ايوه قاع لا هو في الواقع قاموس، قاموس وطبعا المتعارف عليه ان نقول عن قاموس هو المعجم ولكنه ايضا في اللغة هو قعر البحر او ابعد نقطة فيه، وما نزال في حرف القاف. والسؤال الان هو التالي في مجال الجغرافيا. هي إحدى مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، أيوه يا عبد الله وقطيف. القطيف القطيف أحسنت يا عبد الله <applause> الاختيار الآن للأخضر سعد وعبد الله حرف الراء حرف الراء إذا أجبت عليه تكمل خطك وتفوز بهذه الجولة من المباراة والسؤال أيضا في الجغرافيا ويقول مركز بترولي وميناء سعودي هام يطل أيوه يا أسفاد رأس النور. تنورة رأس تنورة وأحسنت <applause> المرة الثانية يا الأخضر يتحداكم الأحمر ويقطع عليكم الدور الآن لعبد الرحمن وفهد سبعة رقم سبعة <applause> رقم سبعة والسؤال هو التالي والحرف حرف الياء أحد قادة فتوح بلاد الشام أخو معاوية لأبيه أيوة يزيد بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان وأحسن <applause> اختيارك يا فهد وعبد الرحمن الربيع حرف الصاد عب حرف الصاد إذا أجبت عليه تكمل خطك وشد حيلك الآن ومهمة الأخضر أن يقطع عليكم كما قطعتم عليه في مجال الدين من آداب الإسلام حرف الصاد من آداب الإسلام وتكونوا بزيارة الأقارب والإحسان إليهم أيوه صلة الرحم صلة الرحم وقطع عليكم أيضا أيوة معقول كذا مرة هنا ومرة هناك والدور الآن للأخضر سعد وعبد الله اثنين. رقم اثنين رقم اثنين إذا أجبت عليه تكمل خطك والسؤال في مجال الطب الحرف والواو مرض ينتشر بسرعة ويؤدي إلى ما يشبه الكارثة أي أيوة فهد مرض وباء نعم وباء وباء أحسنت وتقطع عليهم الدور الآن لفهد وعبد الرحمن حرف الباء حرف الباء لو أجاب علي الأخضر يكمل خطه لغة وأدب قاله طرف ابن العبد وصار مثلا حرف الباء ما أشبه الليلة بال أي أيوة وسعد البارحة بالبارحة وتكمل خطك وأحسنت هكذا فاز بالجوله من هذه المباراه الفريق الاخضر سعد السبيعي وعبد الله حمد مبروك والمباراه ما تزال مستمره مع الفريق الاحمر عبد الرحمن الربيع وفهد القويزاني وسوف ننطلق في هذه الجوله مع حرف الفاء. هذا السؤال في مجال الدين ما حكم الصوم على المسلم؟ ايوه فريضه فريضه احسنت هو فرض الاختيار الان للاخضر سعد وعبد الله الشين حرف الشين حرف الشين في مجال المعلومات العامه والسؤال يقول هو التالي احدى الجمهوريات القوقازيه التي قامت بعد انهيار الاتحاد ايوه الشيشان الشيشان احسنت يا عبد الرحمن حلو كذا مره الجواب صح هنا ومره هناك علشان يكون في منافسه واختيار الاحمر الان عبد الرحمن وفهد حرف ال... نون. حرف النون حرف السو... حرف النون يقول ايضا في مجال المعلومات العامه هو جبل بأبهى على طريق ابها جيزان فما اسمه؟ حرف النون انتهى الوقت هو جبل نهران جبل نهران وما نزال في حرف النون والسؤال في مجال التاريخ الضحية الثانية للقنبلة الذرية وقد ألقيت عليها في أغسطس 1900 أيوه يا فهد ناجازاكي ناجازاكي وأحسن ألقيت عليها طبعا في 1945 واسمها ناجازاكي كما قلت واختيارك يا فهد وعبد الرحمن ربيع رقم ستة رقم ستة هذا السؤال لو أجبت عليه تنال سبيكة ذهبية والسؤال يقول التالي وفي حرف النون، حرف النون هي اقدم محطه اذاعيه في المملكه بعد البرنامج العام وهي تعنى باخبار العالم الاسلامي، حرف النون. خمس ثواني. انتهى الوقت طبعا السبيكه ما اخذتوها، هي اقدم محطه اذاعيه في المملكه بعد البرنامج العام وهي تعنى باخبار العالم الاسلامي، اذاعه نداء الاسلام والان نستمر على الرقم سته الذي لم يستطع احد ان يجيب عليه والسؤال الان هو في اللغه والادب حرف الواو صفه تطلق على الفراش اللين الوطي ايوه وثير وثير واحسنت يا فهد اختيارك يا فهد وعبد الرحمن حرف الخاء حرف الخاء حرف الخاء والسؤال في اللغة والادب خارطة ام خريطة ايهما صحيح ايوه خارطة الحقيقة ما اقدر اقول لي الاخضر لانه ما في اجابة الا ثنتين هي في الواقع خريطة ونستمر على حرف الخاء وحرف الخاء الان هو في مجال علم الاجتماع نظام يضعه اولو الامر لما يستقبل من شؤون الحياه العامه في جم... ايوه خطه خطه او خطه واحسنت <applause> قدر آه، الفريق الاخضر انه يكسر حده الصمت والاختيار الان لسعد وعبد الله الفريق الاخضر الراء حرف الراء حرف الراء هو التالي وفي مجال الدين اسم لجبل في بني عامر وباب من أبواب الجنة لا يدخله أيوة. الريان. الريان أحسن. <applause> اختيار الأخضر أيضا. ثمانية. رقم ثمانية. رقم ثمانية وحرف الهاء. حرف الهاء. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ايوه هي احسن هي احسن واحسنت يا فهد صدق الله العظيم واختيارك آه رقم واحد رقم واحد إذا أجبت عليه تكمل خطك الأحمر والسؤال في مجال الشخصيات وحرف الطاء من القائل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي سعد طاهر الزمخشري لا الأحمر تقدر تجيب عليه أعلم. إذا أجبت عليه تفوز وظلم ذوي القربى أشد ما على نفسي من وقع الحسام المهندي طرف بن العبد طرف ابن العبد وأحسنت وتكمل خطك هكذا اصبح التعادل سيد الموقف بعد ان فاز الفريق الاحمر عبد الرحمن الربيع وفهد الجويزاني بهذه الجوله واصبحت النتيجه العامه واحد واحد وننطلق الان الى جوله جديده وحرف الميم. حرف الميم يقول هذا السؤال ما هو اسم اللقاء الاسلامي الذي عقد في عام 1401 للهجره في ري... ايوه مؤتمر مكه مؤتمر مكه تعرف يا الاخضر الان عندك فرصه ان تستوعب السؤال بكامله ثم تجيب على هذا السؤال ما هو اسم اللقاء الاسلامي الذي عقد في عام 1401 الهجره في رحاب الكعبه المشرفه ولاول مره في التاريخ ما اسمه مؤتمر الدول الاسلاميه لا هو في الواقع قريب من هذا ولكنه مؤتمر القمه الاسلاميه مؤتمر القمه الاسلاميه وما نزال في حرف الميم الان السؤال يقول كلمه تطلق على الاكل والشرب في اثناء الصلاه والحركات الكثيره او الضحك، ماذا تسمى نعم؟ مبطلات الصلاه مبطلات الصلاه واحسنت يا عبد الله. <applause> اختيارك يا عبد الله ويا سعد. رقم ثلاثة ثلاثة والسؤال الان في اللغة والادب وحرف الثاء، حرف الثاء هي الاشياء او الاسباب غير الأساسية أو غير الجوهرية نعم ثانوية ثانوية أحسنت يا فهد <applause> الآن اختيار الأحمر عبد الرحمن الربيع أو فهد القويزاني حرف الباء حرف الباء <applause> حرف الباء هذا السؤال لو أجبت عليه ومن حظك أن تنال سبيكة ذهبية <applause> لذلك ركز معي على السؤال وانتبه طبعاً واي الفريقين طبعا لو اجاب عليه أخذ سبيكه ذهبيه حرف الباء لقب القصيده التي التغ... ايوه البرده البرده واحسنت <applause> <applause> ولكن ده... عبدالله يا عبد الله والحقيقه نهنئك على هذه السبيكه ولكن دعنا نستكمل المعلومه لقب القصيده التي انشدها الشاعر المخضرم كعب بن زهير للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يبايعه على الاسلام مطلعها بانت سعاد وهي قصيده البرده والدور الان واختيار عبد الله حرف الالف حرف الالف حرف الالف وهذا السؤال الذي يقول كم يوما أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء عند قدومه إلى المدينة مهاجرا من مكة أيوة فهد أربعة أيام أربعة أيام وأحسن المعركة التنافسية الشريفة سجال بين الفريقين وفهد الآن وعبد الرحمن الدور لهما في الفريق الأحمر حرف النون حرف النون حرف النون وهذا سؤال في المعلومات العامة ويقول بناء عظيم الارتفاع وهو طراز حديث للعمار أيوة آه ناطحات السحاب ناطحات السحاب بناء <applause> بناء حديث للعمارة الأمريكية ودور عبد الله وسعد آه حرف الحاء حرف الحاء حرف الحاء هذا سؤال آه يقول حق مقرر في مجلس الأمن أيوة حق الفيتو حق الفيتو ولكنه لا يسمى حق الفيتو لحظة تعرف تعرف عبد الله تستطيع أن تغير كلمة الفيتو الاسم العربي فيها فهد وعبد الرحمن حق النقد حق النقد أو الاعتراض وأحسنت وتنال <applause> اختيار عبدالرحمن وفهد حرف الصاد حرف الصاد هذا السؤال في مجال الجغرافيا ونسأل عن هذا الاسم هو اسم جزيرة سعودية في البحر الأحمر قريبة من مداخل خليج العقبان صنافير صنافير وأحسنت يا عبد الله ما شاء الله عليكم الفريقين ترى يعني جيدين جدا والله اختيار عبد الله وسعد الآن حرف السين حرف السين حرف السين في المعلومات العامة وهذا السؤال وسيلة من وسائل المواصلات قوامها قاطرات تجري ايوه سيارة السيارة الدور الآن ليستوعب السؤال بالكامل الفريق الأحمر وسيلة من وسائل المواصلات قوامها قاطرات تجري على قضيبين حديديين لنقل الركاب أو البضائع ماذا نسميها حرف السين انتهى الوقت هي السكة الحديدية هي السكك الحديدية وما نزال في حرف السين وفي مجال الرياضه وهذا السؤال نجم العرب والسعودية الذي كان هدفه في مرمى بلجيكا ايوه سعد سامي الجابر سامي الجابر استكملوا المعلومه سعيد العويران سعيد العويران وأحسن طبعا سعيد العويران وسامي الجابر نجمان من نجومنا في المنتخب الوطني ولكن المعلومه تقول نجم العرب السعوديه الذي كان هدفه في مرمى بلجيكا احد اجمل عشرة اهداف في مونديال 1994 وبذلك يكون سعيد العويران مع حبنا واعتزازنا بكل نجوم المنتخب الوطني واختيارك الان يا فهد حرف الدال حرف الدال قالوا على الباغي تدور ال ايوه فهد. الدوائر الدوائر واحسنت وايضا اختيار الفريق الاحمر فهد القويزاني وعبد الرحمن الربيع وانتبهوا يا الاخضر رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين وحرف الطاء وهو في مجال علم الاجتماع ورقه رسميه تمثل الاجره التي ندفعها ثمنا لنقل الرساله سعد طابع بريدي طابع بريدي وأحسن ايوه كده مره هنا ومره هناك يصير فيه نوع من المنافسه سعد وعبد الله اختياركم حرف حرف الشين حرف الشين حرف الشين في المعلومات العامة وهذا السؤال الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللجام أيوة أيوة فهد إذا الأخضر ويستكمل المعلومة ربما عرف الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللجام وقد تأتي بمعنى الأنف والطبع شداد لا الحقيقه هي الشكيمه يقولون فلان شكيمه قويه أو وهي في الاصل كما قلنا الحديده المعترضه في فم الفرس من اللجام وهي قويه وما نزال في حرف الشين وهذا السؤال السؤال يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه نعم شانه الا شانه واحسنت ولا ينزع من شيء الا شانه رواه مسلم في الكتاب والآن الدور لفهد وعبد الرحمن حرف الجيم حرف الجيم حرف الجيم وهذا السؤال في المعلومات العامة ويقول السؤال مصفاة بترومين على نعم نعم يا سعد الجبيل الجبيل أحسنت هذه جاءت هذه جاءت صحيحة لأنه كان السؤال يجب ان يقول مصفات بترومين على شل مصفات بترومين شل طاقتها 250 الف برميل يوميا عينة تقع في الجبال ودور الان لسعد ولعبد الله تاء حرف التاء نعم التاء حرف التاء حرف التاء حرف التاء التا وهذا السؤال في اللغه والادب اذا قلنا تحرى الامر أو إذا قلنا تحرى عن الأمر، أيهما هو القول الصحيح؟ تحرى عن الأمر آه، ماذا تقول؟ تحرى الأمر نعم. تحرى الأمر والعلامة للأحمر واختيار الأحمر لا نعم سبعة رقم سبعة إذا أجبت عن هذا السؤال تفوز والسؤال يتعلق بحرف الكاف وهو في اللغة والأدب معناها لاحظ حرف الكاف معناها حفظ السر أيوة عبد الله كتمان كتمان وأفسدوا عليكم الطريق <applause> ليه كده يا الأخضر والدنيا رمضان وال... <تصفيق> 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 نعم اختيار عبد الله وسعد <applause> رقم واحد رقم واحد إذا أجبت عليه تفوز أيضا بهذه الجولة <applause> رقم واحد في اللغة والأدب جاء دوركم عشان تقطعون عليهم الأحمر الحرف الرقم كم؟ رقم واحد. واحد رقم واحد رقم واحد في اللغة والادب وحرف الغين ما يطلق على الحزن الشديد ايوه انتهى دور الاحمر ليس بالسؤال ما يطلق على الحزن الشديد او الهم حرف الغين غلو انتهى الوقت هي كلمة الغم كلمة الغم رقم واحد مرة أخرى والحرف هذه المرة هو حل حرف الياء من صحفنا المحلية المشهورة نعم سعد اليوم اليوم أحسنت وتفوز وهكذا تصبح النتيجة كما تلاحظون أيها السادة اثنين مقابل واحد اثنين للفريق الأخضر سعد السبيعي وعبد الله حمد وواحد للفريق الأحمر عبد الرحمن الربيع وفهد القويزاني وسوف ننطلق الآن مع جولة جديدة وحرف النون حرف النون يقول في هذه المرة وهو في اللغة والأدب ما هو المقصود بكل ما هو المقصود بكلمة ذات اليد كلمة واحدة مقابل كلمة ذات اليد. انتهى الوقت للجميع هي كلمة النقود. نقود ذات اليد. وما نزال في حرف النون وهذا سؤال ايضا في اللغة والادب عندما تختلط الامور يقال اختلط الحابل ايوه بالنابل بالنابل واحسنت. <applause> ايوه يا فهد وعبد الرحمن اختيار لكم. رقم ستة. رقم ستة. رقم ستة في الواقع هذا سؤال له سبيكة ذهبية وسوف أسألك هذا السؤال الآن والحرف هو القاف هي ما أسألك عنه هي إحدى مناطق المملكة التي تزخر أيوة القصيم القصيم وأحسنت سانتي عبدالله عبد الله ومبروك عليك السبكة الذهبية واستكمل هذه المعلومة هي احدى مناطق المملكة التي تزخر بالمزارع والتي عرفت باسم سلة خبز المملكة الاختيار الان للاخضر لساعد وعبد الله حرف الراء حرف الراء حرف الراء ويقول هذا السؤال في حرف الراء وفي مجال المعلومات العامة من الاسواق الجديدة في مدينة الرياض التي انشاتها الامانة العامة للعاصمة أيوة أسواق الربوة أسواق الربوة المركزية أحسن أيوة فهد عبد الرحمن أه حرف الصاد حرف الصاد حرف الصاد في اللغة والأدب ويقول هذا السؤال صوت القلم أثناء الكتابة أيوة صرير صرير أحسن أحسن ونستكمل المعلومة صوت القلم أثناء الكتابة أو صوت إغلاق وفتح الباب أيضا يسمى صرير واختيار الاحمر عبد الرحمن وفهد حرف الخاء حرف الخاء هذا سؤال في المعلومات العامه ويقول هذا السؤال يعتبر ما اسالكم عنه يعتبر جوهر الصحيفه وعليه تقوم ايوه الخبر الخبر احسنت وعليه تقوم سائر المواد الصحفيه الاخرى من عمود ومقال وتحقيق الى اخره واختيار الاخضر الان رقم اربعه رقم اربعه رقم اربعه وفي مجال الأحياء حرف الواو جزء من النبات وظيفته الأساسية أيوة الورق الورق أو الورقة وأحسن الحقيقة المعلومة تقول جزء من النبات وظيفته الأساسية صنع الغذاء ويطلق على هذا الجزء مصنع الغذاء على الأرض وأيضا اختيار الأخضر خمسة رقم خمسة رقم خمسة في المعلومات العامة وحرف الهاء جبل يرتفع 2500 متر عن سطح البحر أيوة الهدى جبل الهدى جبل الهدى, جبل الهدى, الهدى أحسنت وعد <applause> يعد منتجع يعد منتجع لمنطقة الطائف اسمه الهدى واختيار الأخضر أيضا القاف القاف ليش اخترت مع أنك تستطيع أن تختار واحد يقربك من الـ الـ قد يكون رقم اثنين احسن لك اثنين. اثنين رقم اثنين اذا اجبت عن هذا تكمل خطك السؤال في الجغرافيا وحرف الطاء احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق المنحل فيها اغلبيه اسلاميه بارزه ايوه طاجكستان طاجكستان واحسنت يا فهد وهكذا يثأر الاحمر من الاخضر ويقطع عليه الطريق واختيار الاحمر حرف التاء حرف التاء حرف التاء هو التالي في الاقتصاد سياسه تتبعها الحكومات او الهيئات او الافراد لمواجهه زياده النفقات خصوصا عندما تشح الايرادات ماذا نسمي هذا بحرف التاء ايوه عبد الله ترشيد اقتصادي لا الاحمر الان اعاده السؤال سياسه تتبعها الحكومات او الهيئات او الافراد لمواجهه زياده النفقات خصوصا عندما تشح الايرادات هي في الواقع تقشف تقشف وما نزال عند حرف التاء هذا سؤال في اللغه والادب قالوا قديما تسمع بالمعيد خير من ان تراه من ان تراه واحسنت يا فهد الاختيار الان لفهد وعبد الرحمن حرف القاف حرف القاف اذا اجبت عليه او من يج... اذا اجبت عليه الاحمر تتعادلوا وبصيروا اثنين اثنين شخصيات الان هذا في مجال الشخصيات جد اشراف مكه من بني قتاده نعم قصي لا الاحمر الان فرصتك جد اشراف مكه من بني قتاده ملك المدينه ومكه واليمن خلفه ابنه الحسن أثناء مرضه من هو؟ لو عرفته تفوز انتهى الوقت هو قتادة بن إدريس قتادة بن إدريس ما نزال في حرف القاف والسؤال هو التالي من الصلوات التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها نافلة نعم عبد الله القيام نعم القيام قيام الليل واحسنت يا عبد الله <applause> هذا قطعوا عليكم ايضا اختيار سعد وعبد الله حرف الحاء حرف الحاء الان الفريقين من يفوز عليه يكمل خطوة ويفوز بهذه الجوله سؤال في المعلومات العامه لفظه معناها اللغوي الطرف لو قلنا انتظروا حتى نستكمل السؤال معناها اللغوي الطرف او الجانب وتطلق ايضا على مرافقي الرئيس او الزعيم نعم حاشيه حاشيه واحسنت يا فهد وتفعدك. هكذا يستمر التكافؤ والسجال بين الفريقين، يصبح للفريق الاحمر جولتين مقابل للفريق الاخضر جولتين ايضا، وننطلق مع جوله جديده وحرف القاف. والسؤال الاول في هذه الجوله في مجال الطب. الغشاء الدائري المنقبض الذي يؤلف الجزء الملون من العين، ماذا نسميه؟ ايوه قزحية قزحية واحسنت يا سعد <applause> ايوه اختيارك يا سعد وعبد الله اثنين رقم اثنين <applause> رقم اثنين وله جائزة خاصة عبارة عن سبيكة ذهبية وحرف الكاف معك لغة وادب كل ما ركب اضافيا على اسم ويكون باضافه كلمه ام او اب كابي بكر وام كلثوم ماذا يسمى نعم كنيه كنيه واحسنت يا عبد الله مبروك عليك السبيكه الذهبيه يا عبد الله واختيار الاخضر الان سعد وعبد الله الجيم حرف الجيم حرف الجيم وهذا السؤال الذي يقول جهنم هو من اسماء النار ولها على حرف الجيم اسم اخر ما هو ايوه عبد الله الجحيم الجحيم احسنت يا عبد الله ما يزال الموضوع بيد سعد وعبد الله واختياركم حرف العين حرف العين حرف العين نقول بهذا السؤال التالي وهو في مجال التاريخ اثناء غزوه تبوك كم ليله اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ايوه عشر ليال لا الدور الان لعبد الله وسعد أثناء غزوة تبوك كم ليلة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين ليلة عشرين, عشرين ليلة لم يحدث فيها قتال <applause> اختيار سعد وعبد الله أربعة رقم أربعة رقم أربعة في مجال الشخصيات وحرف الغين عديب وشاعر وسياسي عربي سعودي عمل وزيرا للصحه في المملكه العربيه السعوديه ووزير ايوه غازي القصيبي غازي القصيبي واحسنت الالف الاختيار سعد وعبد الله الالف رقم حرف الالف حرف الالف حرف الالف, الألف اذا اجبت عليه تكمل خطك ويصير عندكم ثلاث جولات مقابل جولتين والسؤال في اللغه والادب والسؤال هو التالي كلمة اريدها منك هي تقال للرجل إذا كانت شفتاه مشقوقتين نعم أشنف لا أشرم لا الأخضر الآن السؤال يقول التالي تقال هذه الكلمة اللي اريدها إذا تقال للرجل إذا كانت شفتاه مشقوقتين أشرم أشرم صحيح وقد أكملت خطك بهذه الإجابة <applause> وهكذا يصبح لدى الفريق الاخضر ثلاث جولات مقابل جولتين للفريق الاحمر، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الفريق الاخضر اذا استطاع ان يفوز بالجوله القادمه فانه سوف يفوز بالمباراه، الا اذا استطاع الفريق الاحمر ان يفوز بهذه الجوله القادمه فيصبح التعادل هو سيد الموقف مره اخرى ويتنافسان على الوصول الى الفوز بالجوله الرابعه، من يفوز بالجوله الرابعه يكون قد فاز بالمباراه وسوف ننطلق الان بجولة جديدة والى جولة جديدة مع حرف الجيم. حرف الجيم والسؤال الان في اللغة والادب. تصغير اسم جعفر ماذا؟ نعم جعيفر. الفريق الاحمر عندكم اجابة غيرها؟ تصغير كلمة جعفر. انتهى الوقت هي جعيفران، جعيفران وما زال عند كلمه او حرف الجيم والسؤال هو التالي لم ترد في القران الكريم الا بصيغه الجمع ما اسالكم عنه آه لم ترد في القران الكريم الا بصيغه الجمع وقد ورد ذكرها في القران الكريم احدى عشره مره حرف الجيم ايوه انتهى الوقت هي جنات عدن جنات عدن وما نزال في حرف الجيم والسؤال هو التالي وهو في اللغة والأدب والسؤال يقول شاعر أموي تميز بين المثلث الأموي بالهجاء الساخر أيوة فات جرير جرير وأحسن <applause> دعونا نستكمل المعلومة يقول شاعر أموي تميز بين المثلث الأموي بالهجاء الساخر المطبوع بالسخرية المضحكة والصور الفكرية وكان أقرب شعراء عصره لقلوب الجماهير فما اسمه كما قلت كان جرير والاختيار الآن لفهد عبد الرحمن رقم ثمانية, رقم ثمانية رقم ثمانية رقم ثمانية رقم ثمانية هذا له جائزة خاصة عبارة عن سبيكة ذهبية وهو يتعلق بحرف القاف في حرف القاف أحد المشروعات الرائدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبه أكبر حق الإشعاع بالخلايا الضوئية في العالم ما... أيوة القرية الشمسية القرية الشمسية وأحسنت يا سعد ولا... مبروك عليك السبيكة الذهبية الآن اختيار الأخضر سعد وعبد الله حرف الحاء حرف الحاء حرف الحاء هو التالي وهو في المعلومات العامة ما اسم أكبر أولاد عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول عليه السلام أيوة حمزة لا الأحمر عندكم إجابة مختلفة ما اسم أكبر أولاد الحارث الحارث وأحسن اسمه اكبر اولاد عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه الصلاه والسلام والذي كان يكنى به حارث او الحارث واختيار الاحمر الان رقم اربعه رقم اربعه رقم اربعه وفي علم الحيوان ويتعلق بحرف الواو فصيله من ذوات الفلقتين ايوه انتهى الوقت الان الاحمر استكمل السؤال فصيله من ذوات الفلقتين تشمل نباتات وشجيرات واشجار مثل الورد والتفاح والسفرجل ماذا تسمى حرف الواو انتهى الوقت ورديات الورديات ما نزال في رقم اربعه والسؤال هو التالي في اللغه والادب والحرف والياء في اللغه معناها يسافر ليلا ومنها سفر الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد نعم يسري يسري واحسنت يا عبد الله <applause> الاختيار الان للاخضر سعد وعبد الله أه حرف الالف حرف الالف حرف الالف وهذا السؤال في اللغه والادب هي من لا زوج لها اي أيوة وافات ارمله لا الفريق الاخضر أعد السؤال. هي من لا زوج لها؟ البكر لا، هي الايم، هي الايم وما نزال في حرف الالف ونقول هذه الاسئلة او هذا السؤال وفي مجال الشخصيات هو من اسألكم عنه عليه السلام اول من كسى الكعبة المشرفة، ايوه ابراهيم عليه السلام الاخضر تعرف من اول من كسى الكعبة المشرفة؟ هو اسماعيل عليه السلام اسماعيل عليه السلام وما نزال في حرف الالف وهذا السؤال من اشهر مؤلفات الامام الشافعي الذي نبغ في الحديث والفقه والادب له كتاب مشهور ما اسمه نعم؟ الام الام واحسنت يا عبد الله <applause> نعم اختيارك يا عبد الله سعد حرف الفاء حرف الفاء حرف الفاء وفي الواقع سوف أؤجل أن أطرح عليك هذا السؤال إلى الحلقة القادمة لأن الوقت داهمنا طبعا شكرا جزيلا للفرسان اللي اشتركوا معنا اليوم وكانوا أكفاء بكل معنى الكلمة للفريق الأخضر سعد وسبيعي وعبد الله حمد وللفريق الأحمر عبد الرحمن الربيعة وفاد القويزاني ونذكر بأنه النتيجة حتى الآن ثلاثة لاثنين وغدا نستكمل هذه المعركة الثقافية وشكرا لكم جميعا طبعا وأيها السادة في منازلكم شكرا لمتابعتكم الطيبة ونلتقي غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال السادة المشاهدين في منازلهم مدينة من مدن جنوب المملكة العربية السعودية يتكون اسمها من خمسة حروف الحرف الأول والرابع والثالث أعدها الله للكافرين الحرف الثاني والثالث بمعنى سحبه الحرف الاول والخامس مكرر ما هي هذه المدينه الجوائز الجائزه الاولى عشره الاف ريال سعودي الجائزه الثانيه خمسه الاف ريال سعودي الجائزه الثالثه خمسه جوائز اخرى قيمه كل منها الف ريال سعودي شروط المسابقه اولا ترسل جميع الاجابات الخمس عشره مره واحده في مده اقصاها الخامس عشر من شوال الف عشر للهجره ولا يحق للمشاهد ان يرسل اكثر من رساله واحده ثانيا تتراوح اعمار المشاركين من المشاهدين ما بين اربع عشره سنه فما فوق ثالثا ترسل مع الاجابات صوره من اثبات هويه رسميه حكوميه رابعا ترسل الإجابات إلى أسرة برنامج حروف صندوق بريد 8482 الرياض الرمز البريدي 11482 خامسا تعلن أسماء الفائزين في الصحف المحلية بعد شهر شوال 1415